عم تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لتسجيل تيتر مسلسل حلاوة الدنيا اللي رح تقوم ببطولته الممثلة التونسية هند صبري. أغنية التيتر من كلمة الشاعر أمير طعيمة، ألحان وتوزيع الموسيقي خالد عز. أما المسلسل اللي رح يكون ضمن سباق رمضان المقبل فمستوحى من عمل إسباني، وقام المؤلف تامر حبيب بتغيير بعض تفاصيله ليصبح مناسب للبيئة المصرية، وهو أيضا من بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، أحمد حاتم، عايدة رياض، مصطفى فهمي، وأخرج حسين المناوي. ممكن أعرف اسمك؟ سليم. متجوز؟ عندك عروسة؟ طب تتكلم جد شوية بقى، أنت مبسوط في حياتك؟ اللحظة اللي بتفوت من حياتنا مش هترجع تاني.